السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا دكتور عبد الرحمن مجدي وما زلنا مكملين كلام في الـ upper limb anatomy والـ muscles of the forearm اللي اتكلمنا عن جزء منها اللي هو الـ anterior compartment of the forearm، ودلوقتي هنتكلم عن الـ posterior compartment of the forearm. ولو جينا نشوف مجموعة العضلات اللي موجودة في الـ posterior compartment of the forearm فهم 12 عضلة، متخيلين الجزء الصغير اللي موجود في الـ posterior aspect of the forearm ده سبحان الله في 12 عضلة. 12 عضلة هنحفظهم ازاي؟ ده متقسمين كمان لتو لايرز، سوبرفيشال لاير فيها 7 عضلات وديب لاير فيها 5 عضلات. ان شاء الله مع 3 دي موديل بتاعنا مع نمونك خفيف خالص كده، يعني جملة خفيفة خالص، هنقدر نحفظ بيهم ال 12 عضلة دول ويبقى الموضوع سهل جدا جدا. وكمان الجداول بتاعتنا بتعرفنا حاجة كومن في العضلات اللي موجودة في الكومبارتمنت ده، فالموضوع هيبقى سهل جدا جدا. ايه هي العضلات اللي موجوده في السوبرفيشال كومبارتمنت؟ عضله اسمها بريكيو رادياليس، اكستنسور كاربي رادياليس لونجس، اكستنسور كاربي رادياليس بريفيس، اكستنسور ديجيتورم، اكستنسور ديجيتي مينيمي، اكستنسور كاربي الناريس اند انكونيوس. دول كام؟ 7 عضلات. وات اباوت ذا ديب كومبارتمنت؟ سوباينيتور، اكستنسور انديسيس، ابدكتور بوليسس لونجس، اكستنسور بوليسس لونجس اند اكستنسور بوليسس بريفيس. طيب ايه هي الجمله اللي هنحفظ بيها الموضوع ده؟ هي الجمله دي، انا عارف انت هتبص كده البوستيريور كومبارتمنت بتاع الفور ارم بتاعك، تكلم دراعك وتقول له انا عارف ان عضلاتك من بره طويل وقصير وكتير وصغير الا انك سطحي. انا عارف ان عضلاتك، يبقى احنا بنتكلم عن المسلز، من بره، من بره يعني ناحيه بريكيو رادياليس وهي فعلا اللاترال مسل، طويل وقصير اكستنسور كاربي رادياليس لونجس وقصير بريفيس، وكتير اكستنسور ديجيتورم هتفرد كل الصوابع، وصغير اكستنسور ديجيتي مينيمي الا اكستنسور كاربي النارس انك انكونيوس سطحي. يبقى هي دي المسلز اوف ذا سوبرفيشال كومبارتمنت اوف ذا فور ارم. الانكونيوس هنلاحظ ان انا قلتها في البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ارم، وبقولها تاني هنا في البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم، عشان هي لقيت مراجع كاتباها كده ومراجع كاتباها كده، فمفيش مانع ان احنا نعيد عليها تاني از a component من ال superficial posterior compartment of the forearm. لو جينا نشوف العضلات دي في الجدول بتاعنا ما نتخضش من منظر الجدول خالص، زي ما احنا شايفين في حاجات كومن، النيرف سبلاي بتاعنا كله الراديال نيرف، ايذر من الراديال نيرف دايركت او من الديب برانش اوف ذا راديال نيرف. الحاجه الثانيه الكومن، الاوريجن بتاعهم كلهم طالعين من اللاترال بارت اوف ذا هيومرس. اللاترال بارت ده يعني ايه؟ اللاترال ايذر اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس، ودي عضلات كتيره طالعه منه زي ما احنا شايفين، الاكستنسور كاربي رادياليس بريفيس والاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور ديجيتي مينيمي والاكستنسور كاربي النارس والانكونيوس، كلهم طالعين من اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس. وهتزود الجزء اللي فوق اللاترال ايبيكوندايل اللي هو البروكسيمال تو ثيرس اوف ذا سوبرا ايبيكوندايل ريدج، يعني حاجه ليها علاقه برده بالايبيكوندايل واللاترال سوبرا ايبيكوندايل ريدج اوف هيومرس في الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس. يبقى الاوريجن حاجه ثابته، هو اللاترال ايبيكوندايل، يا اما نفس اللاترال ايبيكوندايل يا اما حته فوقيها يا اما حته تحتيها زي ما هنشوف على 3 دي موديل. والنيرف سبلاي بتاعي هو الراديال نيرف، ايه اللي هتحفظه؟ الانسرشن فقط. طب وات اباوت الاكشن؟ برضو الاكشن بتاعي انا موجود في الاكستنسور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم، يبقى كلهم هيعملوا اكستنشن واحفظ عضله واحده هي اللي بتعمل الفليكشن، ريلاتيفلي ويك فليكشن في الفور ارم اللي هي العضله اللي اسمها بريكيو رادياليس، وبتعمل الفليكشن ده في لما تبقى الارم في الميد برونيتد بوزيشن. طيب انا مش متخيل الكلام المكتوب في الجدول ده، تعالوا نشوف على 3 دي موديل هنكتشف ان الموضوع بسيط جدا. ادي البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم، هنبص على انهي حته؟ على اللاترال اسبكت اوف ذا هيومرس، اللاترال ايبيكوندايل، وبعد كده نقول الجمله بتاعتنا، انا عارف يا بوستيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم ان عضلاتك من بره بريكيو رادياليس طويل اكستنسور كاربي رادياليس لونجس وقصير اكستنسور كاربي رادياليس بريفيس وكتير اكستنسور ديجيتورم وصغير اكستنسور ديجيتي مينيمي الا اكستنسور كاربي النارس انك انكونيوس سطحي. يبقى هي دي السوبرفيشال ماسلز اللي موجوده في البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه كلهم ليهم علاقه بفين؟ باللاترال ايبيكوندايل وبالسوبرا ايبيكوندايل ريدج، زي البريكيو رادياليس اهي طالعه من الابر بارت من السوبرا ايبيكوندايل ريدج، لاترال اللاترال ايبيكوندايل، ورايحه تمسك فين؟ في اللاترال سيرفيس اوف ذا راديوس، علشان تعمل لي انهي اكشن؟ علشان تعمل لي ويك فليكشن، وهي دي الوحيده اللي هتعمل فليكشن في البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم. طيب تعالوا نشوف العضله اللي بعدها، الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس، رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك في البيز اوف ذا سكند ميتاكاربال بون، وانا مغمض العضله دي هتعمل ايه؟ هتعمل اكستنشن اوف ذا ريست، بتهلب ان ذا اكستنشن اوف ذا ريست. وات اباوت العضله اللي بعدها؟ رايحه تمسك فين؟ خلاص انا عرفت الاوريجن بتاعي من اللاترال ايبيكوندايل وانا مغمض، وبعد كده رايحه تمسك في الثيرد ميتاكاربل عشان تعمل ايه؟ اكستنشن
وبعد كده عندي الكتير اللي هو الاكستنسور ديجيتورم، العضله دي طالعه من اللاترال ابيكوندال اوف ذا هيومرس عشان تمسك في الاكستنسور اكسبانشن بتاع الميديال فور فينجرز، الميديال فور فينجرز، وبعد كده اكستنسور ديجيتي مينيمي من اسمها رايحه تمسك في الاكستنسور اكسبانشن اوف ذا ليتل فينجر، وبعد كده الاكستنسور كاربي النارس اللي رايحه تمسك زي ما احنا شايفين في البيز بتاع الفيفث ميتاكاربال وطالعه من اللاترال ايبيكوندايل زي ما احنا شايفين، وبعد كده الانكونيوس اللي احنا خدناها قبل كده اللي طالعه من اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس برضه رايحه تمسك في البوستيريو سيرفيس اوف ذا النا علشان تعمل اكستنشن اوف ذا فور ارم. سبع عضلات بساط قلناهم بسرعه، لو تخيلت الاوريجين والانسيرشن الاكشن مش هيبقى فيه اي مشكله، وهي فروقات بسيطه خالص اللي هتحفظها في كل جدول اللي بتميز عضله في الجدول ده عن غيرها. تاني what are the muscles of the superficial bursae compartment of the forearm؟ ال brachioradialis، ال extensor carpi radialis longus، ال extensor carpi radialis brevis، ال extensor digitorum، ال extensor digiti minimi، ال extensor carpi ulnaris وال anconius. لما شلنا كل العضلات دي بان لنا الجروب الثاني او الاخير في الفور ارم اللي هنقول عليه اللي هو الديب كومبارتمنت اوف ذا بوستيريور فور ارم، اللي لو جينا نشوف العضلات اللي موجوده فيه فهي عضله اسمها سوباينيتور، عضله اسمها اكستنسور انديزيز، عضله اسمها ابدكتور بوليسس لونجاس، اكستنسور بوليسس لونجاس، اند اكستنسور بوليسس بريفيس. طيب الجمله اللي هنحفظ بيها العضلات اللي موجوده دي ايه؟ سبحان الله ده الابهام له في العمق، ثلاث عضلات تبعده وتفرده طويله وقصيره. سبحان الله من كلمه سبحان الله سوباينيتور ماسل، وانت لما بتسبح بتسبح اصلا بالاندكس فينجر، يبقى دي كلمه سبحان الله فيها عضلتين السوباينيتور والاكستنسور انديسيس. وبعد كده الابهام له في العمق، يبقى كل عضلات الثمب موجوده في الديب كومبارتمنت اوف ذا بوستيريور فور ارم. العضلات دي هتعمل فيه ايه؟ هتبعده ابدكتور بوليسس لونجس وتفرده طويله وقصيره، يبقى تفهم ان اكستنسور بوليسس لونجس واكستنسور بوليسس بريفيس. ولو جينا نشوف العضلات دي في الجدول هنلاقي ان هم زي ما قلنا سوباينيتور والاكستنسور انديسيس، ابدكتور بوليسس لونجس، اكستنسور بوليسس لونجس، اند اكستنسور بوليسس بريفيس. وات اباوت الاوريجين؟ الاوريجين هنا مش من اللاترال ايبيكوندايل بس، ده في عضلات طالعه من البوستيريور سيرفيس اوف الديستال ثيرد اوف النا، وفي عضلات طالعه من البوستيريور سيرفيس اوف بروكسيمال هافز اوف النا اند ريديوس، وفي عضلات طالعه من البوستيريور سيرفيس اوف ميدل ثيرد اوف النا، وفي عضلات طالعه من الديستال ثيرد اوف ريديوس. الاوريجين والانسيرشن هنا علشان ما نتلخبطش فيهم هنبص على 3D موديل، هتلاقي ان الموضوع بسيط خالص والاكشن برضو هنلاقي ان هو بسيط خالص. من اساميهم ابدكتور بوليسس لونجس هتعمل ايه؟ هتعمل ابدكشن في الثمب. اكستنسور بوليسس لونجس هتعمل ايه؟ اكستنشن في الديستال فالانكس اوف ذا ثمب، اند اكستنسور بوليسس بريفيس هتعمل اكستنشن في البروكسيمال فالانكس اوف ذا ثمب. لو جينا نبص على الجدول ده كمان كلهم واخدين من الراديال نيرف، من الديب برانش اوف ذا راديال نيرف، ومن البوستيريو انتر اوسيوس نيرف اوف ذا راديال نيرف. لو جينا نشوف على 3 دي موديل الكلام ده هنلاقي العضله الاولانيه اللي احنا قلنا عليها اللي هي سوباينيتور، سبحان الله العضله دي الاوريجن بتاعها طالع من فين؟ طالع من اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس زي ما احنا شايفين، وطالع من الالنا برضو، وبعد كده رايحه تعمل الانسيرشن بتاعها في اللاترال سيرفيس اوف ذا راديوس. علشان لما اجي اشد الانسيرشن ناحيه الاوريجن يبقى محور الحركه بالاتجاه ده، اعمل الاكشن بتاعي من اسمي سوباينيتور، يبقى هعمل ايه؟ سوباينيشن اوف ذا فور ارم. طيب ايه العضله اللي بعد كده؟ احنا قلنا سبحان الله ده الابهام له ثلاث عضلات، ومن كلمه سبحان الله كان في الاكستنسور انديسيس برضو. لو جينا نشوف العضلات بتاعه الثمب هنلاقي عضله اسمها ابدكتور بوليسس لونجس طالعه من الابر 1 ثيرد اوف ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا النا زي ما احنا شايفين، ورايحه تمسك في الفيرست ميتاكاربال بون علشان تعمل انهي اكشن؟ ابدكشن اوف ذا ثمب. وبعد كده العضله اللي بعديه اكستنسور بوليسس لونجس، يبقى رايحه تمسك فين وطالعه منين؟ طالعه من البوستيريور سيرفيس اوف ذا ميدل 1 ثيرد اوف النا، علشان اروح امسك في الديستال فالانكس اوف ذا ثمب عشان اعمل ايه؟ اكستنشن اوف ذا ديستال فالانكس، اكستنشن اوف ذا بروكسيمال انترفالانجيال جوينت، اكستنشن اوف ذا ديستال انترفالانجيال جوينت، اند اكستنشن اوف ذا كاربو ميتاكاربال جوينت، اول كاربو ميتاكاربال جوينت. طب وايه كمان؟ عندي عضله اسمها الاكستنسور انديسيس اللي طالعه من فين؟ طالعه من الديستال 1 ثيرد اوف بوستيريور سيرفيس اوف النا، علشان تروح تمسك في صباع السبابه اللي هو الاندكس فينجر وتعمل فيه اكستنشن على مستوى كل الجوينتس. وتفضلنا عضله واحده بتشتغل على الثمب برضو اللي هي العضله دي الاكستنسور بوليسس
بريفس اللي من اسمها انا اللونجس رحت امسك فيه الديستال فالنكس، يبقى الاكسنسور بوليسس بريفس رايحه تمسك فيه البروكسيمال فالنكس، ودي ماسكه في البوستيرير سيرفيس اوف radius، البوستيريو سيرفيس اوف radius، لان خلاص البوستيريو سيرفيس اوف النا اتستف. اتستف بمين؟ بثلاث عضلات، واحده اسمها ابدكتور بوليسس لونجس، تليها الاكستنسور بوليسس لونجس، تليها الاكستنسور انديسز. فالاكستنسور بوليسس بريفيس علشان هي صغيره يا عيني خلوها تطلع من البوستيريو سيرفيس اوف ذا radius. again what are the muscles of the deep posterior compartment of the forearm؟ سبحان الله supinator. ولو شلناها كلمة سبحان الله تفكرني على طول بالإكستنسور إنديسيس، فنروح نشيلها. وبعد كده التلات عضلات بتوع الإبهام، ده الإبهام ليه في العمق يعني في الديب بوستيرير كومبارتمنت، تلات عضلات تبعده أبدكتور بوليسس لونجس وتفرده طويلة وقصيرة، إكستنسور بوليسس لونجس and إكستنسور بوليسس بريفس. وكده زي ما احنا شايفين يبقى فضينا خالص البوستيرير كومبارتمنت of the forearm.